ها هي سمكة القرش التي تم العثور عليها في نهر الفرات. كاميرا 964 انتقلت اليوم إلى قضاء الصادق لتغطية حدث العثور على سمكة قرش في نهر الفرات، فإلى هناك. وصلنا إلى منطقة مزرعة في قضاء الصادق، وها هو أو ها هي سمكة القرش التي تم العثور عليها في نهر الفرات. هذا بالليل نصبون غزل والربيان، فطبق القرش على الغزل فلقوا فشافوا خافوا من عده حسبالهم عدل، فجابوا للراكد انه طلع صيد هذا قرش يعني حقيقي. اخذته من عندهم وانا وجبته هنا، فالعالم شافته هنا خافت، قالت ما معقول ياكل قروش يعني هنا موجود. وهذا القرش يجي مجموعات، يعني من المستحيل ماكو بعد قرش غيره، اكو قروش يعني متواجده. هاي من هذا الصيف راح اكو بعد كبرن، يعني متواجد الاسماك البلطي يسمى البلطي او الهمر، وهذه تغذى عليه. بعد ما قامت عالم توصل للشط، حتى مرات ياخذون جهالهم للشط يسبعونهم ما خلوهم ما يوصلون بعد، اي جهال ممنوع يوصل للشط. حتى الصياده قاموا ياخذون الحذر خافوا،